مشاركتنا كربون سنتر في معرض ليبيا المشاريع الصغرى عام 2016 النسخة الثانية كانت في مشاركة الهدف المضمون مع باقي الشباب أصحاب المشاريع المبدعة والناجحة. فريق العمل ولجنة المقابلة كانت مجموعة من الشباب الناجحين في جميع التخصصات. تعرفنا في المعرض على أصدقاء مبدعين، كوننا حلقة تواصل وساعدناهم في مشاريعهم وشاركناهم نجاحهم. الأنشطة المختصة لدعم الشباب هي فرصة كبيرة لإشهار مشروعك وتوسيع مداركك في سوق العمل.